السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه اللي خفيفه ولذيذه، يمكن لك توجديها للعشاء او للغداء او لقوت الوليدات هكا المدرسه. هما ميني باغيت معمرين. ندخلوا في المقادير ديال العجين ومن بعد ننتقلوا باش نصاوبوا الحشوه. عندنا نص كيلو ديال الفورس، عندنا نص كاس ديال الزيت نباتيه، كاس ديال العنبه طبعا، جوج بيضات مويان، عندنا التنسيم الزعتر والمليحه والبزار والتحميره باش تعطينا داك اللون، وخميره وحده وكنجمعوا بالماء. ما كتشوفوا البنات، غندخلوا مباشره باش نعجنوا العجينه ديالنا. كنزيدوا داك البزار والمليحه والتحميره والزعتر. الزعتر هنا باش ينسم لنا العجينه، والتحميره كما قلنا باش تعطينا داك اللون اللون البرتقالي للعجين، داك اللوين كيجي زوين. يمكن لك تعوضيها مثلا بالهريسه الا ما عندكش التحميره، او المهم على حسب الذوق. وهنا كندير خماره وحده حمراء، وكنزيد عليهم جوج بيضات مويان، والزويته ديالنا نص كاس، نص كاس حتى لربع كاس ديال الزيت النباتيه، وكنجمع بالماء عادي جدا. بالنسبه لهاد العجينه البنات، راه يمكن لكم تصويه بزاف ديال الشكالات، يعني ماشي غير هاد لي ميني باكيت، يمكن لك تصوي بهم بزاف ديال الشكلات وتعمريها كيف ما بغيتي نتي، يعني كيبقى اختيار العماره. وهاد العجينه يمكن لك تستعمليها، يعني كتسمى عجينه الفطائر، هذا هي لاباز ديالها، يمكن لك تستعمليها لجميع الاستعمالات ديالك، تصوي منها فطائر مدورين او لا ميني باكيت كما غندير، ممكن يبقى لك الاختيار. انا غنستمر في العجن ديال العجينه ديالنا ونتلاقاو باش نصاوبوا الحشوه ديالنا. بالنسبه للعماره، انا هنا عندي بصله مويان مشلضه، عندي الكفته حسب الرغبه، يا كفته يا دجاج يا لدند، الكميه اللي بغيتي. عندي هنا ثلاثه تخزويات محكوكين، عندي هنا التنسيم البزار والمليحه وجوج رؤوس ديال الثومه والتحميره. للتزيين عندي البافون وعندي الفرماج، عندي الربيع وعندي هنا زجر مقطع اختياري. حنا هاد المقادير كامله غادي نشحروهم كاملين في مقيله ونتلاقاو باش نبداو نشكلو في لي ميني باغيت ديالنا. كما كتشوفوا معنا الحشوه ديالنا ها هي وجدات، بعد ما شحرنا كاع داك المقادير مع بعضياتهم. كما قلنا زجر مقطع اختياري، يمكن لك ديري كفته او ديري لاداند او ديري دجاج، يمكن لك ديري حتى القرعه محكوكه الا كتعجبك. انا درت غير الجزر. العجينه ديالنا من بعد ما كنعجنوها كنخليوها ترتاح، كتطلق مزيان قد ما خليتيها ترتاح قد ما مزيان. نهزوها كما كتشوفوا، نطلقوها على شكل طولي كما كتشوفوا، كنبداو كنقطعوها المهم كريات يكونوا قد قد في العبار، عينك ميزان، كولي عندك الميزان عبريها، ديري 50 غرام في كل كره. انا درت عيني ميزاني. كتقطعيها كيف ما كتشوفي على داك الشكل وكتكوريها، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشكلوها ونشوفوا كي غادي نصاوبوا لهاد الميني باغيت. هاد كما قلنا هاد العجينه البنات، فهي عجينه يعني معتمده عندي، هي اللي كنستعمل. يمكن لك ديري بها جميع انواع الفطائر، هذه هي لاباز. الا ما بغيتيش تلوني هاد، يعني يجيك اللون ديالها بحال هكا، يمكن لك تسحبي داك اللون، يعني التحميره يمكن لك تحيديها، واللي من الافضل ديريها كتعطيك داك اللون زوين، حتى ملي كطيب كتعطي لوين زوين. ننتقلوا باش نشكلوا لي ميني باغيت ديالنا. كما كتشوفوا العجين ديالنا كنسرحوه على شكل طولي، ملي كنسرحوه كنديروا العمارة ديالنا في الوسط وكنقادوها.
كما قلت لكم العمارة بإمكانكم تستغناو على الكفتة وعلى الدجاج وديروا غير الخضرة مسوطية، يعني القرعة محكوكة وخيزو محكوك والفيرميسيل. غير هاد الحشوة راه كتجي لذيذة، يعني الحشوة كتبقى على حسب كل واحد شنو عنده في ثلاجته. بعد ما كنسرحوا الحشوة ديالنا فوق العجين، كنصوبوا الفرماج ديالنا. انا هنا درت فرماج موتزاريلا، يمكن لكم ديروا الموتزاريلا ولا الفرماج حمار ولا فرماج سندويشات ولا تستغناو كاع الفرماج، المهم كيبقى الفرماج اختياري. الا عندك ديريه، ما عندكش ما ديريهش. وكنبداو كنجمعوا في الجنيبات ديال العجين، يعني كنبداو من الطرف وغادي وحنا كنجمعوا كنزيروا مزيان على العجينه باش ما تحلش. كنكملوا بنفس العمليه، كنصاوبوا الكوميرات ديالنا في اللاطه وكندهنوهم اصفر البيض وكنزينوهم بالبافو ولا بزنجلان ولا بالسانوج اللي كان عندك. شرحيهم بالموس ودخليهم الفران يطيبوا عادي من الفوق، ومنين يطيبوا من الفوق هبطوهم لتحت يتحمروا. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتدعمونا باش نزيدو القدام ان شاء الله.